لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. طيب تمام، انا بس بنزل برنامج بيعمل بيسجل الشاشة، فعشان خاطر اسماء اعتذرت من شوية، وصلنا اعتذارها، فهسجل انا المحاضرة، فبس ادوني ايه دقايق كده على ما اظبط البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في المحاضرة رقم 55. هنكمل شغلنا في اوراكل فورمز، كنا اشتغلنا على الدرس التاسع والعاشر، هنكمل شغل كده معاهم. ايه اخبار الدايناميك ليست ايتم، عملت فيها ايه؟ معايا سحر اهو واحمد، في ناس برضو جديدة معانا. لا ولا يهمكم، طيب وقفنا لحد فين المرة اللي فاتت؟ فاكرين احنا خلصنا المرة اللي فاتت جزء كبير من الدرس ده، كان بقالنا شوية حاجات كنتوا انتوا قفلتوا خلاص، وقلنا بقى نأجلها للمرة اللي جاية. كان في حد سألني ازاي بنطرح تاريخين من بعض، موجود ولا مش موجود؟ كنا عاملين تيبل وفيه عمودين تايم ستامب، قلنا أفضل من الديت بالذات في حكاية الحروب، المسائل اللي زي دي هيقعد كده مش معانا. طبعا النقط دي عدينا عليها المرة اللي فاتت، وشرحنا ازاي بستخدم read image file في ان انا اجيب صورة من على الجهاز بتاعي. حد يقول لي كده امتداد سوري داتا تايب تنفع مع الصور، بشتغل بيها جوه التيبل بتاعي، جي لوب ولا بي لوب؟ ركزي كويس كده. لا ده الامتداد يا ابو حميد، ده الامتداد اللي بيتسيف بيه على الاوبريتنج سيستم بتاعك، اللي بيطلع بيه الملف اللي انت عملت بيه الصورة كاميرا مثلا اي حاجة، او عملت صورة باي برنامج بتسجلها كجي اي اف. لكن احنا عايزين الداتا تايب اللي بيقبلها الاوراكل عندنا، مثلا زي الفار كار والنمبر والديت والتايم بالظبط. ايات تمام بلوب، بس بيتهيألي بلوب بتبقى لارج اوبجكت، فالبي فور اوبجكت يعني مش بيبان. طيب تمام، اتكلمنا عن الباتون بوش باتون المرة اللي فاتت كده سريع، صح؟ وقفنا عنده ولا كنا عديناه؟ انا فاكر ان احنا عملنا زرار المرة اللي فاتت وريناكم ازاي نحط عليه صورة، ولا لسه؟ طيب تمام، عرفت طبعا فوائد الزرار، بنستدعي بيه حاجة، بنستدعي بيه تريجر، يعني دي يمكن الوظائف اللي بتاعته. ممكن نخليه ايكونيك يبقى يظهر عليه صورة، نختار له ملف ايكون اللي عندنا من على الجهاز، او بنخلي عليه تكست زي اكزيت زي هيلب، الاشكال اللي زي كده. واشتغلنا على التايتل بس لسه ما طلعناش حاجه زي كده، صح؟ ما اشتغلناش ان احنا نطلع توتال، ولا عملناها برضو طلعنا توتال سالري؟ متهيألي طلعنا توتال سالري لكل موظف، وطلعنا التوتال سالري لكل الموظفين. الكورس مفروض فاضل فيه يعني الله المستعان كده حوالي 20 محاضرة، لو ماشيين بالريتم بتاعنا ده يعني 20 محاضرة، يعني مثلا مرتين في الأسبوع، يعني 10 أسابيع، وربنا يسهل. طيب نكمل، عملنا كده المرة اللي فاتت يا شباب، أو جمعنا 2 تكست أيتم جوه ديسبلاي أيتم وطلعنا النتيجة، وطلعنا متهيألي الصم بتاع كل المرتبات على مستوى التيبل كله. وقلنا في شرط علشان اطلع
سامورايز ده حاجة زي مثلا السم سالري بتاع كل البلوك، لازم يكون البلوك فيه ايه، فيه خاصية ايه؟ حد فاكر ايه الحاجة اللي بعملها في البلوك اللي انا عايز اطلع سمري ليه؟ احنا عندنا قلنا هنعمل اتنين بلوك في الغالب، بلوك فوق هيبقى فيه اسم الموظف زي الفاتورة كده، زي الايتم بتاعت الفاتورة خلاص، وهنا بيطلع جمع الكوميشن مع السالري طلعناه هنا، وفي الاخر خالص بنعمل في بلوك تاني مش بيبقى بلوك مرتبط بالداتابيز خلاص، بنطلع فيه التوتال سالاريز بتاع كل الادارات. طيب الكلام ده كان بيتطلب ان البلوك اللي فيه المرتبات او البلوك غير فيه خاصية معينة، يا ريت تفكروني بيها كده الخاصية دي. ايه كله ساكت ليه كده؟ عشان انتوا معايا ولا في مشكلة؟ طيب نفتكر كده الخاصية دي عشان دي قلت عليها اهم حاجة عندي. لو الجديد اهلا وسهلا بيه يسمعنا، والناس بقى اللي كانت معانا المرة اللي فاتت على الاقل يعني تكون ايه يعني معانا، كان ممكن نفتكر حاجة زي كده او نفكر بيها. احنا عملنا حاجة زي كده المرة اللي فاتت، انتوا فاكرين طلعنا هنا التوتال بتاع المرتبات صح كده، كل موظف قصاده التوتال سالري بتاعه اللي هو عبارة عن الكوميشن زائد السالري، دي كان فيها مشكلة. وفي الاخر خالص عملنا توتال بتاع كل المرتبات. علشان اعمل التوتال بتاع كل المرتبات اضطريت اربط التوتال ده ببلوك تاني، ما يبقاش داتابيز بلوك، وما يبقاش بلوك مرتبط بالداتابيز خلاص، يعني البلوك اللي فوق اللي فيه المرتبات او فيه الايتمز دي كلها ده مرتبط بالداتابيز، كل بياناته بيجيبها من الداتابيز، ما عدا ده هو ايه بيجمعه مع نفسه. طيب كان في تحت اللي بنطلع فيه السمري، السمري ايتم ده قلنا نعمله بلوك منفصل يستحسن خلاص، والبلوك ده هنطلع فيه بس الايتم دي اللي هي بتاعت التوتال سالاريز. طيب البلوك الاصلي اللي هو فيه البيانات اللي جايه من الداتابيز، عملنا فيه حاجه معينه عايزكم تفكروا فيها تفتكروها، ده لو حد كان طبق ان شاء الله يعني، خلتنا نعرف نطلع السمري في البلوك التاني، من غيرها ما ينفعش تعمل معانا مشكلة. ها صباح الفل، محدش خالص فاكر كده؟ عند execute ايه؟ طيب نقرا كده مع بعض النقط دي. يقول لي السمري ايتم، الايتم اللي هعمل فيها السمري قال لي لازم تكون بلوك بتاع السمرايزد ايتم، كنترول بلوك، والسنجل ريكورد بروبرتي سيت تو يس، بخلي فيه في خاصية سنجل ريكورد بخليها يس yes. يعني بيعرض ريكورد واحد اللي هو الريكورد بتاع السمري، وبيبقى كنترول بلوك مش داتا بيز، مش داتا بيز بلوك. طيب بالنسبه للايتم اللي انا هعمل لها جمع اللي انا هجمعها قال لي دي بتاع داتا بلوك اللي هو داتا بيز بلوك، with query all record properties set to yes. افتكرناها، لازم اروح على البروبرتايه دي كده من البلوك بروبرتي، البلوك اللي فيه اسامي الموظفين ومرتباتهم اللي انا عايز اجمع مرتباتهم، اروح عليه واخلي الخاصيه دي يس. حد افتكرها؟ انا طبقناها عمل، انا افتكرت يعني. احنا كده محتاجين شويه مذاكره يا شباب، يعني محتاجين الدرس اللي نخلصه، احنا ماشيين بالراحه قوي عشان كده خدنا المره الزياده دي، ربنا يسهل نجري فيها. لا ولا يهمك ولا يهمك يا صاحبي. طب بس عايزين بس نشد حيلنا، يعني انا مش هطول النهارده مش حد كتير، بس بشرط ان احنا العشر دروس دول يتهضموا، ان انا اشوف المره الجايه هعمل مراجعه على العشر دروس دول ان شاء الله. ماشي يا جماعه، الخاصيه دي اهلا وسهلا باشمهندسه، الخاصيه دي مهمه جدا محدش ينساها، ويا ريت يبقى حد يكون جرب، يعني احنا يا جماعه مش هنخترع جداول، ده احنا عندنا التيبل اللي اسمه امب او امبلويز حسب اليوزر اللي انت عليه، هتجمع المرتبات بتاعتهم
كل واحد بيجيب مرتباته ازاي، وشفنا عملناها المرة اللي فاتت بدلة، جمعنا السالري والان في ال فاكرين بتاع الكوميشن، وطلعنا على اساسه الايه التوتال اللي هو النت سالري اللي بياخده الموظف اخر الشهر. طيب نعديها بقى ونخش على بعد كده. يبقى الخاصيتين دول مهم نذاكرهم، يا ريت اقراهم ده. طيب يقول لي لو سمحت لما تيجي تخلي الداتا تايب بتاعه الايتم اللي هتعمل فيها السمري، احنا ممكن برضه يا جماعه التكست ايتم ممكن نعمل فيها شغل سمري، بس يعني احنا بنعملها في الديسبلاي ايتم وخلاص. بيقول لي لازم تكون نمبر عشان انت هتطلع فيها ايه افريج، صح، سم، الحاجات اللي زي كده. مستحيل يا ابو حميد. تمام، الا في حاله ان انا استخدمت ماكس او مين. ماكس ومين يا جماعه تنفع مع تاريخ مثلا، انا ممكن اقول ماكس الديت، فكده مش هينفع اخلي الداتا تايب بتاعته ايه نمبر، يبقى كده هخلي الداتا تايب بتاعته ايه ديت، صح، ان انا عايز اطلع اعلى تاريخ في تواريخ التعيين او اقل تاريخ في تواريخ التعيين، فاهمني؟ فساعتها هستخدم ماكس ومع حقل من نوع الايه التاريخ، فدي الحاله اللي ممكن استثني فيها قصه النمبر من الجزء اللي هعرض فيه كالكوليتد او السمري، قصدي سوري السمري ايتم. طيب التري لسه هيجي معانا كتير على وازاي يعمل فيها نود والكلام ده كله، وبرضه حتى هو يعني مفيش كلام عنها، انتوا لو قريتوها وقريتوا النوتس اللي عليها مش هتلاقوا غير الاتنين سلايد دول، وشكرا على كده في الشغل يعني فيها. برضه البين اريا او الجافا بين دي عبارة يا جماعة، لغة الجافا طبعا انتوا عارفينها، وأوراكل طبعا اشتريت جافا من زمان وبدأت توظفها جدا جدا وتعمل شغل مشترك. ايه فكرة الجافا بين؟ انا ممكن اعمل كود معين في الجافا، الكود ده يخليني افتح جوه الفورم بتاعتي برنامج الرسام او برنامج يرسم. انت تقدر تعمل كده من الفورم؟ يعني الفورم لما تتفتح معاك ترن على البراوزر، هل تعرف ترسم حاجة؟ هل تعرف تكتب حاجة كده بالماوس والكلام ده كله؟ لا، لازم يبقى جوه تكست ايتم انت عاملها مسبقا، عاملها مسبقا. لكن باستخدام الجافا بين ممكن تعمل حاجة زي تفتح برنامج، تشغل ساعة معينة، تعمل تايمر، تطلع النتيجة. عارفين الكاليندر اللي انت بتطلع نتيجة وتختار اليوم اللي انت عايزه؟ ده شغل سهل جدا، لو حد عمل لك الكود ده، حد بتاع الجافا وعمل لك الكود ده، بتبدأ تاخد الملف بيبقى دوت جار جي اي ار، بتاخد الملف ده وتحطه جوه فولدر بتاع الايتم بتاع الفورم عندك في فولدر، لما ندرس الموضوع ده ربنا يسهل كده ان شاء الله. وبعد كده تروح عامل الجافا بين ترسمها عن طريق الاوراكل فورمز وانت شغال، وانت بتعمل فورمه مثلا بتاعه المرتبات او بتاعه اي حاجه، تروح عامل جافا بين كده تاخدها من الايه، طبعا كلنا قدامنا دلوقتي التولز بتاعه الفورم، هنلاقي فيها ازاي برسم صوره، ازاي برسم زرار، ازاي برسم راديو جروب، ازاي برسم تشيك بوكس، هلاقي فيه ايه بين اريا شبه حبايه الفول كده، اكيد واضحه ليكم شفتوها. تمام، يعني هحاول افتح السكرين. انت بترسم رسمه البين اريا دي وبتربطها من الخصائص بتاعتها بعد كده بايه، بملف موجود عندك، بحيث ان اليوزر لما يجي يفتح بعد كده الفورمه دي ممكن يطلع له الساعه اللي انت عايزها، تايمر، يطلع له النتيجه يستدعيها ويختار مثلا تاريخ يوم معين، حاجه زي كده. ايه تاني مثلا ممكن يعمله؟ ممكن يا جماعه نعمل استدعاء لملف، يعني الصوره اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، وعملنا ريد ايمج فايل، عملنا التريجر اللي بيستخدم الريد ايمج فايل، خلاص ممكن اعمل الكلام ده كله بالجافا بين. ممكن مثلا مثال شفته في درس من الدروس، ان انت بتعمل تغيير للون الفورم، الفورم اللي موجوده عندك الوان ثابته، انت بتعملها في ال وانت بتكريت الفورمه بتختار لها لون الخلفيه، الكانفاس لونه ايه، الفرام لونه ايه، التكست ايتم لونها ايه، الكلام ده كله، صح. انا ممكن اعمل حاجه بالجافا بين ان اسمها بيك كلر، الملف كان اسمه بيك كلر. الملف ده بجيب الملف الجار بتاعه وشوية حاجات كده بعملها معينة، هلاقي بعد كده في تول معينة بعد ما اعمل الفورم، باستخدام التول دي اقدر اغير لون الكانفاس اللي انا عليه،
معايا شباب؟ فيعني اليوزر فتح الفورم عنده مثلا، انت عامل اليوزر مثلا لدكتور، الدكتور ده فتحت معاه الفورم عنده في العياده بتاعته، خلاص يعني في سيرفر مركزي وكل واحد فينا قدامه الشاشه بتاعته ككلاينتس، انتوا عارفين ده الفكره بتاعتنا الاساسيه، ان كل فورم موجوده قصاد يوزر مختلف عن التاني، كل يوزر بيغير لون الكانفاس بتاعه والشغل بتاعه زي ما هو عايز بالالوان اللي على مزاجه اثناء السيشن وهو بيدخل بيانات. ده ممكن يتعمل بايه؟ بالبين اريا او بالجافا. بنجيب كود جافا معين امتداد جي اي ار، وبنحط جوه ملفات الفورمز عندي، خلاص، وبروح على ملف الفورمز كونفيجريشن، بروح اعدل فيه كده، بضيف فيه حاجة معينة، يعني لو ربنا سهل كده قدرنا نشرحها بعد كده، نجيب لكم الملفات دي ونشرحها. انا مش عارف الشير بايظ ولا ايه، نحاول معاه تاني. وادي الرسمة، برسم كده الايه، خلاص هنا ازاي بربطها بالملف اللي احنا قلنا عليه. باجي في الامبلمنتيشن كلاس، ابدا اقول له موجودة في الاوراكل فورمز في حاجة اسمها دين كالر بيكر اهو، دي بتاعة تعديل الوان الايه الفورم، طبعا مفيش ايه يعني شرح ليها كتير. ودي شكل زي كده، ده ممكن يخليني اغير لون الكانفاس عن طريق زرار صغير، اختار اللون اللي انا عايزه يبقى ده يظهر لليوزر في الوقت اللي هو عايزه، اختار اللون اللي هو محتاجه. وبيقول لي كده احنا اتكلمنا مع بعض على الديسبلاي ايتم، كانت عنصر مهم جدا. الايمج ما اتكلمناش عنها قوي، الدوش باتون لسه، كالكوليتد ايتمز طبعا مع الديسبلاي، هيراريك لسه يعتبر يعني، بس يعني مقابلين اريا برضو مع انه اذا تستخدمه قدام شوية كده يعني ايه ربنا يسهل. ده كده نهاية الدرس، يا رب تكونوا يعني ايه، دي حاجات برضو براكتس بيفكرني او بيطلب مني ان انا اعمل الكلام ده، يا ريت يعني في الفورمز بدل كله عملي بنحل البراكتس كده بتاعته، انتوا لا حليتوا بتاعت البي ال ولا بتاعت الاس كيو ال بالتزام يعني، فنحل بتاعت الفورم يبقى تدريب عملي يعني، مش هيبقى فيها ايه حاجة غير ان احنا نطبق اللي عدى علينا في الايه في الدرس. مش عارف الحكاية ايه، طب انا وقفت التسجيل على ما في حكاية السكرين دي. يا دعم ايه الاخبار، هو السكرين شير شغال كده ولا لأ؟ بحاول اعمله اكتر من مرة وبيقف. طيب انا هديله فرصته. لا تحديث ايه ده، انا كنت لسه شغال بيوم الجمعة يعني ما لحقش. ما هخش برضو ادور لو يكون في حاجة محتاجة ابديت، هغير المتصفح. طب انا هقفل المتصفح يا جماعة، افتحه تاني ماشي، هجرب تاني كده شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نتكلم كده في نقطة مهمة، كم واحد مركز معايا؟ على ما الشير يشتغل كده نفكر كده في نقطة مهمة، هل ينفع شباب ان انا اعتمد على الماتيريال بس بتاعت الاوراكل او اي ماتيريال معانا في ان احنا نبقى مبرمجين او ناس بنشتغل فورم كويس او فورم مثلا كويس؟ طيب رأي الباقي ايه؟ طيب من الناس القديمة زي ايات و انت يا سحر، انت معانا من بدري ولا انت سحر تانية غير سحر اللي كانت معانا قبل كده؟ اه يبقى انت كنت بتحضرها معانا بي ال، متهيألي ان انا فاكر الاسم ده. طيب ايات ايه رأيك في الفكرة دي، وبقية الناس برضه يا جماعة سواء جديد او لا يشارك معانا برضو يقول لنا رأيه. يعني ممكن اقول لك في البي ال الاس كيو ال بتاخد خبرة كويسة، وانت بتشتغل في اس كيو ال مثلا بتلاقي في تيبل بتاع موظفين ومرتبات، وطلع لي مثلا في براكتس اللي فيه لو في حد حلها هيلاقي دماغه اتنشطت قوي، انا عايز اجيب الناس، الحمد لله على السلامة، انا عايز اجيب الناس اللي مثلا مرتباتها اعلى من كذا، اللي مرتباتها اقل من كذا، اللي في ادارة كذا، اللي كانوا في ادارة كذا واتنقلوا، بقدر اعمل شويه افكار كده بلاقيها جوه الماتيريال دي. ميزه الاس كيو ال مثلا مع اوراكل في البي ال،
في البي ال الموضوع برضو معقول يعني لحد ما، في شوية تريجرات كويسة، في شوية بروسيجر عملية بجد، فانكشنات معينة بسيب بيها، باكج معينة ممكن اعمل بيها شغل. لكن في الفورم الموضوع مش كده شوية يعني، لحد 10 دروس دلوقتي الشغل العملي التركات العملية قليلة قوي. مع بعض طبعا في لسه حوالي 15 درس تانيين جايين، يبقى فيهم برضو شغل كويس ان شاء الله. بس في النص الاولاني لو سمينا ده نص الفورمز الاولاني الاساسيات، في لسه 15 ليسون غير العاشر اللي احنا ده. ناخد اللينك كده اوديه جوجل كروم ونشوف الحكاية ايه. هقفل كده يا شباب، بس استنوني. ماشي، السلام شباب، معايا كده هجرب كده الشير. بسم الله الرحمن الرحيم. لو الشير لا قدر الله يعني ما اشتغلش، هندردش مع بعض كده في النقطة دي، واسيبكم بقى النهاردة. ايه طيب، ولو اشتغل هوريلكم بس حتة كده، كان زميلكم سألني المرة اللي فاتت ازاي اطرح تاريخين من بعض. انا بتضايق اول لما واحد يخش كده على سؤال ويختفي بعد كده، يعني بيبقى مش مستظرف. يعني المنتديات كتيرة، ممكن تخش انت على اي منتدى وتكتب السؤال بتاعك والناس هترد، لكن لما تخش محاضرة وتقعد تكلم الانستراكتور اساسا ان انت واحد بقى عشرة معاه وازاي اعمل دي، ويقعد معاك ويدور لك فيها على حل، وفي الاخر ما يلاقكش، تبقى يعني مش ظريفة خالص. وده اللي كان مخلينا مقفلين الكورس ومانعين ان اي حد جديد يخش، عشان كده يعني من الاسباب يعني اللي انا شفتها. يعني بيجي واحد يخش لك كل هدفه في الحياة، مستر هو ينفع يا باشمهندس احول الاف ام اكس الاف ام بي؟ هي دي قصة حياته يعني في الفورم. انا معايا اف ام اكس وعايز احوله الاف ام بي، ينفع؟ انا لو سمحت انا عايز طريقة عشان احول اف ام اكس الاف ام بي. هو ده هدفه في الحياة، طبعا ده شيء مستحيل. يعني هو بيتكلم في حاجة من المستحيلات. الاوراكل لو عندها حل الموضوع ده ما كانتش اشتغلت. طيب النقطة دي يا شباب، عشان خلاص كده الشير مش هيشتغل، واحتمال كده ايه نوقف المحاضرة على الدرس العاشر. خلصناه الحمد لله. الشير كده مش عارف بقى، في مشكلة في السيرفر عندكم يا شباب ولا لا؟ لو حد معاه اللينك بتاع الانستراكتور زي فاطمة كده، يا ريت تجرب كده من عندها. لو عندها يبقى العيب من عندي. طيب الناس اللي مداومة معانا أو عايزة تكمل في المجال، يعني يا شباب ايه الحل في الموضوع ده؟ ان انا عندي فعلا دروس الفورم، يعني في فيديوهات جميلة. يعني انا شفت فيديوهات لناس كتيرة، انا فاتح والله كروم دلوقتي يا فاطمة. انا شفت فيديوهات كتيرة، يعني في منها فيديوهات جميلة جدا زي باشمهندس هلال. وباشمهندس هلال فيه ليه فيديوهين، يعني في فيديو هو بدأ فيه وبعد كده بيكمل حد تاني مكانه، تهيألي من المنحة بتاعت وزارة الاتصالات الـ ITI ده. يعني شرحه كده صوته عالي شوية بس ما شاء الله قوي. مش فاكر اسمه، عمرو حاجة زي كده، يعني من الناس برضو المحترمة جدا. ده هتلاقوا معاه شغل عملي كويس يعني لو تابعت الفيديوهات بتاعته. طب ايه حل تاني يعني؟ برضو في برضه فيديوهات يا جماعة الباشمهندس محمد ياسين، لو بتسمعوا عنه. احنا بنتكلم في مشكلة حسين، احنا بنتكلم في مشكلة ان الماتيريال بالنسبة للفورمز بالذات مش هتطلع منك ديفلوبر، او مش هتطلع منك واحد بيشتغل فورم كويس. هتطلع منك واحد عارف الادوات بس ما عندوش افكار كويسة في دماغه. فايه الحل؟ ازاي احل الديفكتية السيرفر فيه مشكلة أو الإنترنت فيه مشكلة فعلا؟ إيه الأفكار اللي ممكن نحل بيها المشكلة دي؟ طبعا أفكار كويسة، بس أنت أصلا أبيض هتعمل تاني مشكلة. أنا واحد أبيض باخد بس كورس مع محمد مصطفى ده اللي بيقعد يشرح إيه الماتيريال بتاعة الفورم، وخلص ليسون 10 يلا سلام عليكم وروحوا. يفتح ليسون 11 يقرأ الماتيريال وسلام عليكم وروحوا. خلصنا كورس الاوراكل وبقينا تمام، وايه والدارين عملت لنا حفله ومبروك، الكورس اللي بقاله 3 سنين ده خلص. طيب انت بعد كده يعني انت ايه؟ يعني انت بتعرف تعمل فورم ولا انت بتاخد الماتيريال بتقعد تسمعني ما بتطبقش، ما بتحطش افكار جديده، ما بتبدعش من الاخر يعني؟
الموضوع محتاج إبداع. إحنا الديفلوبر في الوطن العربي ألفات مؤلفة، يعني تدعيت حتى لو ألفات مؤلفة. الله أكبر الله أكبر. فنفكر في الحل كده، أنا عندي الأذان بس 5 دقايق ونكمل الكلام. ماشي، شباب مع بعض. احنا للأسف في الدرس بتاعنا زي ما بقول لكم، انا واحد بيقعد يقرا ماتيريال عليكم، نقعد نتناقش كده في الحتة دي، طب الحتة دي، لكن ما بنلحقش نتكلم في حاجة يعني بجد تتناسب مع الشغل. فحلها زي ما انتوا تقولوا، نخش على منتديات كتير جدا، يعني ياما الناس بتخش تحط اف ام اكس اف ام بي واف ام اكس وكود مثلا بتاعها، انك مثلا انا عندي مشكله في الفورمه دي بتاعه كذا كذا وبتعمل كذا كذا، المشكله دي اسرق منه الاف ام بي على طول، اول ما تلاقي اف ام بي اعمل لها داونلود وابدا افتحها، وهات ورقه وقلم، ما تعتمدش على ان عينيك يعني خلاص الذاكره قويه جدا ما شاء الله، هتقعد بقى تبص بعينيك وابدا امسك الفورمه دي حته حته، وهو بيشرح اقرا الشرح بتاعه وامشي معاه نقطه نقطه، زي ما احنا عملنا كده الشرح بتاع ازاي اعمل ليست ايتم دايناميك. وابدا معاه، هو عامل تريجر على الفورم، التريجر على الفورم ده يعني ايه؟ يعني اسمه كذا وين نيو فورم انستنس، يعني ايه وين نيو فورم انستنس؟ يعني اول ما الفورم تفتح اعمل كذا، وابدا اخد التريجر ده اروح كاتبه كده، اروح داخل على ايه عامل 3 تكست ايتم، تكست ايتم بيعمل كذا، الثاني بيعمل كذا، الثالث بيعمل كذا، وملحوظه ان خصائص ده في خاصيه معينه، ده في خاصية معينة، وده في خاصية معينة غير النورمال الطبيعي. طبعا بنعرف الحاجات اللي حصل عليها تعديل من النقطة اللي جنبيها، احنا بنلاقي الحاجات اللي حصل فيها تعديل وابدأ اسجل التعديلات دي. وفي تريجر تاني عامله على الزرار دو وين بوتون بريست بيعمل كذا، وابدأ اخد التريجر وابدأ اكتبه في ورقة، وابدأ التريجر اللي انا مش فاهمه وابدأ افصصه، يعني ايه التريجر دو في فاريبل واحد وفرق، في ناس كده اصل للاسف الكود بتاعها ما بيبقاش شارح نفسه، يعني في ناس ظريفه بتحط كومنتات على كل ايه كومنت كده على الفاريبل الاولاني وكومنت على الفاريبل الثاني والثالث والرابع، ويشرح التريجر ده بيعمل ايه من خلال الكومنتس اللي هو تشتغل الدماغ الطبيعيه، اللي هو واحد مش فايق لنا يعني مش بيعمل الكلام ده عشان يشرح، هو بيعمل الكلام ده عشان ايه؟ عشان مشكله شخصيه عنده، فمش فاضي يقعد يشرح لك بقى التريجر ده بيعمل ايه والفاريبل ده ايه فايدته والجلوبال فاريبل ده بيعمل ايه، فانت تقعد تشرحها لنفسك يعني، واللي مش فاهمه عديه، يمكن في اخر المذاكره بتاعت الفورمه دي تفهمه، لما ترن الفورمه يمكن تفهم. طب هو عامل جدول، الجدول ده عامل ازاي؟ اروح الجدول ده ما اقولش اكنه مش عارف الجدول اللي عندي اللي اسمه ايه، لا اكريت الجدول اللي هو عامله بحذافيره عشان الفورمه ترن تمام عشان ما تعقدش، واعمل الجدول اللي هو قاله وادخل فيه البيانات اللي هو قال عليها، بعد ما ادخل البيانات ابدا اوزنها بقى واجرب الفورم واشوفه بيعرض ايه بيطرح ايه بيجمع ايه، لما بيدوس على الزرار ده بيعمل ايه، اروح رايح باصص على الزرار وعلى التريجرات بتاعته، الزرار ده بيعمل كذا كده، الشخص ده فهمت الفورمه بتاعته، اكتسبت خبره احسن من ان انا اقعد افهم الدرس اللي هو العاشر ده مرتين ثلاثه اربعه، لا اذاكر الدرس العاشر مره او مرتين والباقي هاتوا فورم، واحدة بتجيب صور بس ما تطولوش، يعني مثلا ما بقاش انا لسه ابيض في الفورم ما اعرفش الفرق ما بين البلوك والكانفاس والفرق ما بين الليست ايتم والتكست ايتم والايمج ايتم، واروح داخل انا داونلود فورم من عند ناس خلاص وعايز افهمها، تفهمها ازاي وانت اصلا انا بكلم واحد عدى على الاقل ال10 دروس دول اذاكرهم، الايمج ايتم عارف خصائصها، الباتون عارفه، ايتم الزرار كل حاجه عارفها، يعني عارف الخصائص الاساسيه، عارف ازاي يعمل جمع جوه ديسبلاي ايتم، عارف ازاي يشتغل بالسامرايز، عارف ازاي يشتغل فورميولا، عارف يعني يعمل الحاجات الاساسيه اللي احنا اتكلمنا فيها في العشر دروس. ده بنصحه ان هو يزود معلوماته بان هو يعمل داونلود للتريجرات من جوه الفورم، او يعمل يعني داونلود للفورم ويقعد يحاول يفهمها يبلعها لنفسه، ولما يلاقي حاجة ادفانسد، يعني انا مثلا في حاجة ادفانسد ان انا ازاي اعمل براوز للكمبيوتر واجيب صورة من على الكمبيوتر، عارفين القصة دي ان انا اعمل زرار لما ادوس عليه يرد المايك وراح داخل جوه الفولدر اللي انا عايزه واروح منقي الصورة اللي انا عايزها واروح مقتاش الصورة دي بالفورم بتاعتي، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن تعملها بالجافا بين
ممكن تعملها بحاجة اسمها الويب يو تي اي، بس ده قدام في الدرس ال 24 متهيألي. يبقى ما ادخلش نفسي في المتاهات دي، ادور على الحاجة المعقولة واعملها، ما اقعدش اكلكع لنفسي ادور على الفورمة المكلكعة اللي بتعمل حاجة ما حصلتش، فسهل على نفسي واللي اقدر اتعلمه اتعلمه واللي اقدر ادرسه ادرسه، لكن ما تفتحليش فورمة وتقعد فيها 3 4 ايام بتدرسها. انا عايز الفورمة اللي تدرسها في ساعة ساعتين وتقفلها وتفتح بكرة فورمة جديدة تاخد منها معلومات ساعة ساعتين وشكرا على كده، لكن ما تقعدليش قصاد فكرة بالثلاث اربع ايام عشان تنفذها. والفكرة دي ادفانسد هتجيلك كده كده في الماتيريال مثلا او في ماتيريال تانية لما انت تخلص الماتيريال دي. يعني دي رسالة بوجهها لكم علشان الفورمز الناس ما تبقاش فاكرة الفورمز، خش ارسم لك اتنين تكست ايتم، اضرب ده في ده، اجمع ده على ده، كده انت بقيت واحد فرمجي زي قد الدنيا، وقدم بقى وابعت سيفيهاتك والكلام ده عشان تشتغل فورم كويس. اللي انا قلت عليه ده يا رب يكون وصل لقلوبكم، يعني ما يبقاش الكلام عدى كده هباء، عشان بس اليوم ما يبقاش طولنا فيه زيادة عن اللزوم. بشكركم على كده، ولو حد عنده أفكار تانية يا ريت يساعدنا بيها إزاي نطور نفسنا في الفورم مع الماتيريال، مش نتجاهل الماتيريال. اللي بكلمه ده حد مسك العشر دروس طبق كل حاجة فيهم عملي ولقى إن دول مش كفاية خلاص، ومش كفاية الأفكار اللي فيهم، فبيزود معلوماته بمين؟ بفورم جاهزة من على المنتديات زي أرب أوي وجي وحاجات الكتيرة، المنتديات الكتيرة والمدونات الكتيرة اللي عنده. واحد ذاكر بي إل قدر المستطاع، مش حافظ بي ال، ذاكر بي ال، يعني عارف ان في حاجه اسمها بروسيجر وبيعمل كذا وبياخد بارامتر وبيطلع بارامتر، وعارف ان في حاجه اسمها فانكشن لازم ترجع ببارامتر وينفع استخدمها في عارف يعني ايه باكج، وعارف يعني ايه سبيسيفيكيشن، وعارف يعني ايه باكج بادي، عارف يعني ايه تريجر، وعارف مواعيده بيجي قبل ولا بعد، والقبل اسمه ايه واللي بعده اسمه ايه، وبيتطبق على مستوى ايه، على الداتابيز ولا على يوزر ولا على تيبل ولا على دي ام ال معين ولا ايه بالظبط، وبيفاير بيعمل ايه لما يفاير، وايه اللي ينفع معاه وايه اللي ما ينفعش معاه. حد يكون عارف الاساسيات، عارف يعني ايه فاريبل، عارف يعني ايه كيرسور، عارف يعني ايه اكسبشن، وطبقهم عمل بايده وعمل اكسبشن، ولما اقول له اعمل اكسبشن او في اكسبشن جوه التريجر دوت، مش محتاج يرجع يقعد يقرا درس الاكسبشن من اول وجديد عشان هو ابيض في الاكسبشن، لا يكون عنده الاساس، فيبص يلاقي في اكسبشن جوه الفورم اللي هو شغال فيها يعرف الاكسبشن ده بيعمل ايه. لو احتاج حته كده من الدرس بتاع الاكسبشن يرجع للدرس بقى، اذا كان يرجع ما يبقاش ابيض ما يعرفش يعني ايه اكسبشن ويقعد يقرا اكسبشن يقول لك انا مش فاهم، انت عشان ابيض في الاكسبشن. في دروس معينه لازم نكون طلعنا بيها من البي ال والاس كيو ال، هفضل استخدمها في الفورم اساسي. طبعا السلكت كله والجوين كل الكلام ده الاس كيو ال ال10 دروس مفيش فيهم او حد محتاجهم كلهم. نقول مثلا السابع مش محتاجه قوي، بس اللي هو بتاع اليونيون واليونيون اول وخلاص، والدرس ال11 بتاع كان اسمه ايه بتاع الديكشنري، يعني مش محتاجه قوي جوه الفورم. اجي اخش على البي ال الاقي نفسي لازم افهم يعني ايه فاريبل، درس مهم جدا. داتا تايب لازم اعرف الداتا تايب ايه هم بيشتغلوا ازاي، وده ينفع مع ايه وده ما ينفعش مع ايه، وايه اللي ينفع استخدمه في الفورم. احنا شفنا المره اللي فاتت التايم ستامب ينفع اعمله بالويزرد، يعني احنا لقينا طريقه بالويزرد اعمل تايم المره اللي فاتت ما ينفعش ما بيظهرش، لما اجي اعمل تيبل معمول فيه تايم ستامب اجي اعمله بالويزرد عليه يحصل ايه؟ حد فاكر؟ ما كانش بيظهر، نلاقي العمود اللي هو التايم ستامب الداتا تايب بتاعته ما بيظهرش. طب ايه حله؟ مش حله كده ان الفورمه مش فاهمه التايم ستامب، لا حله ان انا اعمل الفورمه دي مانيوال، ما اللي بيعمل الفورم ويزرد ده ما يبقاش ما ينفعش يوصل للدرس العاشر لسه في الاولاني. ويزرد دي يعني بيدوس على زرار بيلاقي الفورمه اتعملت كل سنه وهو طيب، لكن احنا النهارده في الدرس العاشر يعني اقل واحد فيكم بيعرف يعمل فورمه مانيوال. فده اللي انا بنصحه ان هو يبدا يراجع تاني يعني ايه فاريبل، يعني ايه كيرسور خلاص، يعني ايه اكسبشن، يعني ايه بروسيجر، يعني ايه فانكشن، يعني ايه باكج، يعني ايه تريجر. من غير السبع ثمان حاجات دول مش هيعرف يشتغل بي ال كويس، مش هيعرف يعمل تريجر جوه البي ال. تريجر جوه البي ال لازم يكون فيه فكره. الزرار اللي انا هعمله ده اللي احنا عدينا عليه، الزرار ده وراه افكار، ايه هي الافكار دي؟
ومش لازم كل حاجة تبقى كوبي وبيست من فورمة تانية. لازم أنا أفكر، أحاول أغلب بإذن الله، بإذن الله ربنا يديني أفكار إن أنا أغلب الشغل العملي على النظر شغالين، إن إحنا نعرف نجري في الدروس إزاي، إن إحنا نزود عملي على قد ما نقدر، نقعد نحط أفكار زي الفكرة بتاعت المرفت الليست ايتم دي، حد كلمنا فيها فقعدنا ندور فيها فلقينا حد كلمني مثلا زي ازاي اعمل ازاي اطرح تاريخين من بعض في فورمه، فعملتها الحمد لله، كنت جايبها لكم النهارده نشتغل فيها، حاجات زي كده يعني. ما نسكتش ندور، بس ما تبقاش حاجه فوق مستوايا قوي واقعد ادور عليها دلوقتي وانا اصلا مش مذاكر ال10 دروس دول. يبقى الحل الاولاني نذاكر ال10 دروس اللي عدوا، ونركز تاني على الدروس اللي وقع مننا في البي ال والاس كيو ال، علشان ابدا اشتغل فورم وانا نفسي مفتوحه، ما يبقاش كل حاجه اقف معاها واضطر افتح الدرس رقم 5 في الاس كيو ال بتاع الجوين عشان مش عارف اعمل جوين، افتح بتاع الانسيرت عشان اعمل انسيرت، لازم اكون ايه اعلى شويه من كده. انا طولت عليكم واديتكم شويه ايه صدمات كهربائيه، يا رب تيجي الفايده وتستحملوني لحد ما كام محاضره دول يخلصوا، بس ربنا يعلم ان انا عايز مصلحتكم يعني قد ايه، فعشان كده بقول لكم الكلام ده. اسف بقى على موضوع الشير، انا مش عارف العيب من فين، بس كان نفسي حتى نفتح لنا فرمه فرمتين كده نشتغل عليهم. طب اقول لكم على حاجه، لو انتوا عندكم الدرس ده على اليوتيوب ايه رايكم؟ والنت وحش النهاردة، ممكن أعمله على اليوتيوب وأنتوا تبقوا متابعيني، بس مش هتقدروا تكلموني أو تبعتولي إن أنا أعدل حاجة أو دي جت إزاي أو الكلام ده كله، هيبقى داعي وأنتوا هتتفرجوا عليا بس أونلاين، والدرس هيتسجل على اليوتيوب. خليها الجمعة وخلاص يلا، عشان يبقى العدد كامل وتكونوا ظبطتوا موضوع الشير ده كده دعم، عشان خاطر إيه ما يعطلناش تاني. خير؟ قبل يوم الجمعة والله مش هندرسه، مش انا انا مش هشرحه لان انا مش خبير فيه، انا هفتح معاكم المادة لو ربنا اذن ونقعد بقى نتكلم فيها مع بعض كده طلبة زي بعض، يعني انا هبقى طالب زيكم بذاكر معاكم اوراكل ادمنستريتور ده، في حال مفيش حد يعني لو في حد احسن مني يا ريت تكون الاكاديمية اتفقت معاه، انا اجرب قبليها الشير ازاي، بس اديني يا فاطمة عقلك. انا بفتح الشير ما بيبقاش شغال في قبل المحاضره، لازم المحاضره هم تبدا بالثانيه يبدا الشير الزرار بتاعه يتاكتف، ده حاجه انا ايه معترض عليها من بدري، بس ده ما عندكمش ليها حل في الدعم يعني او في البرنامج بتاعكم او في الموقع بتاعكم. في غرفه للتجربه، طب يا ريت تدليني عليها، انا بقالي سنه هو شغال مع دين، كل مره بفتح اقعد مستني ان المحاضره تبدا عشان خاطر اعمل اجرب السكرين شير اللي هو مشكله المشاكل كلها. انت هتبقى معايا دعم المره الجايه او توصي عليا حد عشان يقول لي على الطريقه دي ازاي، ان انا باخد اللينك بتاعكم اروح اجرب الشير الاقيه ما بيشتغلش لحد ما المحاضره تبدا، على الاقل حتى قبل المحاضره بربع ساعه، انا لازم ابقى موجود قبل المحاضره بربع ساعه، يعني لو 7 الا ربع هبقى ان شاء الله موجود نجرب حتى. مش انت جربتيه من عندك وما نفعش الشير؟ لا قبل المحاضره بربع ساعه، الساعه 6 ده الله اعلم، يا رب يعني انت ماشي الجمعه الجايه باذن الله نجرب برضو الشير وربنا يسهل. انت حتى جربيه من عندك يعني قبل ما انا اخش، انت معاك اللينك للانستراكتور جربيه، لو فتح من عندك ان شاء الله يفتح من عندي، النت عندي سرعته تكاد تكون معقوله قوي يعني للشغل. بالنسبه لتسجيل النهارده متهيألي ما فيهوش حاجه هلغيه، لان هو ربع ساعه او تلت ساعه ما فيهاش اي استفاده، فمعلش بقى ايه الغيه. ماشي نشوفكم على خير، سلام عليكم.